طريقة عمل وتركيب البانر. يتم تجهيز الهيكل ومن ثم يوضع عليه البانر. طلعت من هنا للساعة 2 في الليل امس. والله امس البتاع استلمناه الليل الساعة كم؟ 11 ولا 12 يا؟ هاي 11 ونص. هاي ليش طلع فيه الاول؟ انت الصور اللي اعطيتونا لها الريزوليوشن بتاعها تعبانة. مشينا الصور الجديدة ركبناها وعدلنا الريزوليوشن. ويتم شد البانر وبعد ذلك تركب. شفت المدير اليوم اشتغل صح. شوف المساحة هذه مع المساحة هذه سيم امس هو غلطان برضو. هذه بسيطة شوية هنا هنا ما مشكلة هاي، لكن وقت الناس بس تختلف. هذا الصورة موزونة هي ما مشكلة، لكن وقت الناس يختلفوا بيتحاججوا بعد كده. لكن هو راجل ممتاز يا اخي هذا في اليمن. تمام جود. ايوه بس معلوم يتحمل. شوف بس قرش ما يطلع من شوف 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 هذا ماكينه اتش بي ما حصل صار زي كذا. انت سوق شغل زي هذا؟ لا ماكينه اتش بي سوق ما في حصل هذا، لانه شوف ريزوليوشن ذاته ممتاز يطلع حاجات صغيره. ماكينه كبير ما يطلع شغل صغير زي ده.
الجيت البانر او الفيليكس بنفس هذه الطريقة. ممتاز الفنيون الباكستانيون بسعة البال والصبر والقوة والإخلاص في العمل. هذه اللوحة عبارة عن 5×6 أمتار اللي هو مساحتها 30 متر مربع. تم تنفيذ هذه اللوحة الضخمة لمجمع الديار السكني المنطقة الصناعية الرياض. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?